بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون هذا العام هو عام خير وبركة، وأن يجنبنا الله وإياكم من شر هذا الوباء. أعرفكم عن نفسي، أستاذ مادة الفسلجة، كرار كامل ماجستير فسلجة الإنسان. أعزائي الطلبة، قبل أن نبدأ بالمحاضرة الأولى، هناك نقطتان مهمتان أريد أن أقولها لكم وتجعلوها نصب عيونكم. الأولى، أعلموا أنكم هنا معي في المحاضرة أو الصف، وأنكم كشركاء تطرحون وجهة نظركم، تشاركوني بأسئلتكم، تناقشوني من ضمن المادة، لا بأس، وليس كعنصر. والنقطة الثانية، لا تقرؤوا المحاضرة بعد ما أعطيكم هذه المحاضرة، لا تقرؤوها على الغرض من عدل شلون نحصل الدرجة وتخلون الدرجة هو أول همكم. لا، يجب أن تقرأ المحاضرة أولا لتفهمها وتفهم محتواها ومضمونها، اتفقنا؟ وبعد الانتهاء من هذه المحاضرة يمكنكم أن تسألوا أو تناقشوني أو تطرحوا وجهة نظركم، وسأجيبكم عليها إن شاء الله تعالى. عنوان محاضرتنا اليوم، المحاضرة الأولى، Cell Physiology، فسلجة الخلية. قبل ما نشوف شنو معنى فسلجة الخلية، لابد أن نعرف ماذا نعني بمصطلح فسيولوجي. فسيولوجي هو علم وظائف الأعضاء البشرية، هو علم الوظائف الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية الحيوية، علما للبشر الذين يتمتعون بصحة جيدة وأعضاءهم والخلايا التي يتكونون منها. المستوى الرئيسي لهذا العلم فيسيولوجي، هو علم وظائف الأعضاء، المستوى الرئيسي له هو يرتكز على الأعضاء والأجهزة، أجهزة الجسم، كأن يكون الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، الجهاز الدوري وإلى آخره. طبعا يوجد علم آخر غير مطلوب عليكم، طبعا هو انسى حاليا، يوجد علم آخر هو مقارب إلى علم وظائف الأعضاء، إلا وهو علم التشريح، أناتومي. الغرض من عنده هذا العلم أناتومي، الغرض من عنده هو دراسة الشكل، شكل الأعضاء. لكن العلم الذي يدرس وظيفة هذه الأعضاء هو علم الفسلجة، فسيولوجي، علم وظائف الأعضاء، سيل فسيولوجي. قبل ما نتكلم عن سيل فسيولوجي، ماذا نعني بمصطلح سيل، الخلية؟ ماذا نعني بالخلية؟ يجب أن تعرفوها، وأنتم تعرفوها أكيد، دارسيها سابقا. يعني الخلايا هي الوحدة التركيبية والوظيفية في الحيوانات والنباتات، تم تسميتها لأول مرة باسم العالم روبرت كوخ سنة 1665. طبعا الخلية تحتوي على نواة والبروتوبلازم، هذين أهم عضيتين في الخلية، تلعب دور مهم في وظيفة الخلايا. طبعا أيضا تحتوي على ميتوكوندريا لإنتاج طاقة، وأيضا تحتوي على شبكة إندوبلازمية تنتج وتفرز هرمونات وأنزيمات. طبعا هذه العضيات راح نتكلم عنها بالتفصيل في هذه المحاضرة. نجي إلى سيل فيسيولوجي، فسلجة الخلية. هي الدراسة البيولوجية للأنشطة التي تحدث في الخلية، لغرض شنو؟ لغرض إبقائها حية، to keep it alive، لغرض إبقائها حية. الخلية الحيوانية animal cell والخلية النباتية plant cell هي تظهر أوجه تشابه فيما بينهم similarities، لكن شنو؟ لكن هي مختلفة في التركيب، لكن هي مختلفة في التركيب، توجه يعني تظهر، يعني هذين الخليتين الاثنين فيها أوجه تشابه في الوظيفة لكنها شبيهة مختلفة في التركيب. General characteristic، الخصائص العامة، there are two types of cell، prokaryotes and eukaryotes. هناك نوعين من الخلايا راح نتحدث عنهن اليوم،
اللي هي خلايا بدائية النواة بروكاريوتس، وخلايا حقيقية النواة إيوكاريوتس. نجي نشوف الخلية الأولى اللي هي بدائية النواة بروكاريوتس، نقربها حتى نشوف التراكيب. هذا نموذج من الخلايا بدائية النواة بروكاريوتس. نجي، هذه الخلايا هي أول من بدأت بتطور. خلايا بروكاريوتس هي أول من بدأت بالتطور. طبعا لا تحتوي على نواة. أهم ميزة موجودة في الخلايا بدائية النواة عن تميزها عن الخلايا حقيقية النواة هو أن الخلايا بدائية النواة لا تحتوي على نواة قائمة بذاتها. طبعا آليتها أبسط من الخلايا حقيقية النواة التي تم تطويرها لاحقا. الخلايا بدائية النواة بروكاريوتس لها DNA، اللي هو هذا، لها DNA يقع في منطقة، هذه المنطقة يقع في منطقة تسمى نيوكلويد، وهذا لا يتم فصلها عن أجزاء الخلية الأخرى بواسطة غشاء. طبعا الخلايا بدائية النواة اللي هي بروكاريوتس، هذه الخلايا هي تحتوي على عضيات أقل من الخلايا حقيقية النواة إيوكاريوتس. طبعا رغم على أنه اثنان يحتوون على غشاء ويحتوون على رايبوسوم التي هي هياكل تصنع البروتينات، إلا أنها تحتوي على عضيات أقل. طبعا توجد ميزتين مهمتين في الخلايا بدائية النواة. الميزة الأولى أنها تحتوي على فاينبريا، هذا فاينبريا الذي يكون على شكل صوت، هذا فاينبريا التي تكون على شكل نتوءات تشبه الأصابع على سطح الخلية، تقع على سطح الخلية فاينبريا. وأيضا الميزة الثانية هي تحتوي على فلاجيلا، هاي أصوات فلاجيلا. شنو وظيفتها؟ تساعد على الحركة، تساعد على الحركة. إذن هسه عرفنا أن أهم مميزات الخلايا بدائية النواة أنها لا تحتوي على نواة، وأيضا تحتوي على فاينبريا، وأيضا تحتوي على فلاجيلا. نجي إلى الخلية الثانية هاي الخلية الثانية اللي هي خلايا حقيقية النواة اللي هي إيوكاريوتس. لو تلاحظون هاي أكثر تعقيدا من الخلايا بدائية النواة، لأنها تحتوي على عضيات أكثر، ولكل عضية وظيفة معينة في الخلايا حقيقية النواة. أهم ميزة توجد في الخلايا حقيقية النواة التي هي غير موجودة في الخلايا بدائية النواة هي أنها تحتوي على نواة، تحتوي على نواة النيوكليوس، تحتوي على نواة. هذه هي أهم ميزة، تحتوي على نواة التي هي، هذه النواة التي هي جسم كروي يحتوي على العديد من العضيات بما في ذلك النوية نيوكليولز. هذا جسم كروي يحتوي على عضيات بما في ذلك النوية نيوكليولز. النواة هذه تتحكم في العديد من الوظائف الخلية، يعني هي أهم عضية، على الرغم من أن هذه العضيات كلها لها عملها الخاص، لكن النواة هي أهم عضية موجودة في الخلية تؤدي وظائف عديدة عن طريق صناعة البروتينات. وأيضا تحتوي على DNA. هذه النواة محاطة بغشاء اسمه الغشاء النووي، هذا Nuclear Membrane، هذا الغشاء النووي. النواة هاي محاطة بغشاء يسمى الغشاء النووي، هو غشاء محيط بالنواة Nuclear Membrane. وأيضا تحتوي على نوية Nucleolus، تحتوي على نوية. هذه النوية هي تنتج RNA ريبوسوم، تنتج RNA ريبوسوم توجد داخل النواة. أيضا
تحتوي على ميتوكوندريا. هذه الميتوكوندريا تلاحظون هذه الميتوكوندريا التي هي عضو كروي أو عصوي الشكل، لو تلاحظون هذا عضو كروي أو عصوي الشكل مع غشاء مزدوج يحيط به غشاء مزدوج. شوف هسه هذه الفجوة الغشاء مفرد يحيط بها، هاي هنا واضحة غشاء مزدوج يحيط بها غشاء مزدوج. هذه الميتوكوندريا وظيفتها شنو؟ هي تحول الطاقة المخزونة في الجلوكوز إلى ATP في الخلية، إذن إنتاج طاقة وتحويل طاقة في الجسم إلى ATP. أيضا عندنا عضية أخرى، مو عضية طبعا، هذا السيل ممبران، هذا ما تعتبر عضية، اللي هو الجدار الخلوي اللي داخلها تكون العضيات. سيل ممبران شنو هذا السيل ممبران؟ نقول هو طبقة رقيقة من البروتينات والدهون تحيط بالخلية. هذا الغشاء الخلوي هو غشاء شبه نفاذ، شبه نفاذ يعني يسمح بمرور بعض المواد ويمنع البعض الآخر. أوكي أعزائي الطلبة، وأيضا لو تلاحظون يحتوي على الشبكة الإندوبلازمية، يحتوي على الشبكة الإندوبلازمية إندوبلازميك ريد كولوم، هي عضيات هي أكياس مطوية، هي أكياس مطوية وملفوفة موجودة في سيتوبلازم الخلية. هاي الشبكة الإندوبلازمية بها نوعين، بها رف إندوبلازميك ريد كولوم، الشبكة الإندوبلازمية الخشنة التي تنتج ريبوسومات، وعندنا أيضا شنو سموث إندوبلازميك ريد كولوم التي تفتقر لوجود الريبوسومات. أيضا عندنا عضية أخرى اللي هي شنية الفجوة فيزيكول، الفجوة هذه الفجوة هي تجاويف مملوءة بسائل، هي تجاويف مملوءة بسائل محاطة بغشاء داخل الخلية، هذا الغشاء محاط بغشاء داخل الخلية تمتلئ بمن بالطعام، هذه الفجوة تمتلئ بالطعام الذي هو في طريقه للخروج من الخلية. أيضا توجد عضية أخرى تسمى ليزوسوم، طبعا هي الليزوسوم هي عضيات تسمى حويصلات الخلية، هي دائرية الشكل ومحاطة بغشاء، هذا الغشاء يحتوي على أنزيمات، هاي الليزوسوم تحتوي على أنزيمات، أي أنزيمات؟ تحتوي على أنزيمات الجهاز الهضمي، لأن عن طريقه يتم هضم المغذيات وين؟ الخلوية. نعم أعزائي الطلبة، هاي كل ما موجود في العضيات الموجودة، لكن لابد ما ننسى هاي هنا عندنا ريبوسوم، اللي هي الريبوسوم اللي هو شنو؟ هي عضيات صغيرة غنية بالـ RNA وحبيبات السيتوبلازم. الريبوسوم نعيده، هي عضيات صغيرة غنية بالـ RNA وحبيبات السيتوبلازم التي هي مواقع تخليق البروتين، تعتبر عضية مهمة. الريبوسوم هي مواقع تخليق البروتين. عندنا كولجي بودي، جهاز كولجي، جهاز كولجي هذا الجهاز يتكون من عدة أكياس ملفوفة فوق بعضها البعض. شنو مسؤولة عن وظيفتها؟ مسؤولة عن تصنيع وشحن المواد مثل البروتين. نعم هاي هي الجهاز كولجي. نجي إلى موضوع آخر، physiological process، العمليات الفسيولوجية. إذا بعد ما عرفنا الخلية وفسشت أنواع الخلية، خلايا بدائية النواة وشنو الذي يميزها عن خلايا حقيقية النواة، وشنو الموجود هناك وشنو ما موجود هنا بالتفصيل شرحناهن. عندنا حاليا هسه العمليات الفسيولوجية التي تحدث داخل الخلية. هناك طرق مختلفة يمكن للخلايا من خلالها نقل المواد عبر غشاء الخلية. طبعا يوجد مساران
نقل المواد عبر غشاء الخلية. المسار الأول passive transport النقل السلبي and active transport النقل النشط. النقل السلبي اللي هو passive transport هو أكثر مباشرة is more direct and does not require the use of the cell energy. هو أكثر مباشرة ولا يحتاج من إلى طاقة. يعتمد على منطقة تحافظ على تدرج تركيز مرتفع إلى منخفض. عندنا اللي active transport اللي هو النقل النشط uses adenosine triphosphate. يستخدم الأدينوسين ثنائي الفوسفات لنقل المواد إلى مناطق تحافظ على تدرج تركيز يتم نقل المواد إلى مناطق تحافظ على تدرج تركيزها. يعني عكس النقل النشط من تركيز من عالي إلى واطي. هنا لا تحافظ يتم نقل المواد إلى مناطق تحافظ على تدرج تركيزها. عندنا حركة البروتينات. يبدأ مسار تحرك البروتين في الخلية من الشبكة الإندوبلازمية (endoplasmic reticulum). يتم تصنيع الدهون والبروتينات في الشبكة الإندوبلازمية، ويمكن إضافة الكربوهيدرات لصناعة البروتينات السكرية (glycoproteins). البروتينات السكرية راح تخضع إلى مزيد من التوليف، إلى مزيد من التصنيع، وين؟ في جهاز كولجي أبيرات. بعد ما تخضع البروتينات السكرية إلى مزيد من التوليف، إيش راح تصبح؟ تصبح غلايكوليبيدز اللي هي دهون سكرية. كلا البروتينات السكرية والدهون السكرية راح تنتقل إلى حويصلات الغشاء البلازمي. غلايكوبروتين وغلايكوليبيدز نانتي راح ينتقل إما إلى فيزيكولس تو ذا بلازم برين، راح تنتقل إلى غشاء البلازمي. بعدها الخلية راح تطلق بروتينات إفرازية تعرف باسم إكسوسايتوسيس. بعد هذه العملية قبل الأخيرة الخلية راح تطلق بروتينات إفرازية تعرف باسم إكسوسايتوسيس. هاي كل ما يخص أو بصورة مختصرة العمليات الفسيولوجية اللي من ضمنها movement of protein حركة البروتينات. نجي إلى العملية الثانية المهمة التي تحدث في الخلايا اللي هي transport of ions اللي هي نقل الأيونات. تنتقل الأيونات عبر أغشية الخلايا. الأيونات تنتقل عبر غشاء الخلايا عن طريق ثلاثة نواقل من ضمنها القنوات channels والمضخات pumps والنواقل نواقل الأيونات ions transporters. نجي إمن إلى الناقل الأول عن طريق القنوات channels. في القنوات تنتقل إلى أسفل تدرج كهروكيميائي electrochemical gradient to produce electrical signal لإنتاج إشارات كهربائية. عن طريق المضخات، النوع الرئيسي لها هي مضخات الصوديوم والبوتاسيوم. مضخات الصوديوم والبوتاسيوم هو أهم نوعين في المضخات اللي هي مضخات نوع رئيسي لها. تنتقل ثلاثة أيونات صوديوم إلى خارج الخلية وتدخل اثنين ايونات بوتاسيوم المن الى داخل الخلية. يعني ثلاث ايونات صوديوم راح تخرج من الخلية وتدخل بدل ما عندها اثنين ايونات بوتاسيوم المن الى داخل الخلية. في هذه العملية تتحول جزيئة واحدة من الـ ATP المن الى ADP. يعني راح تتحول جزيئة واحدة من ادينوسين ثنائي الفوسفات المن الى ادينوسين ثلاثي الفوسفات. هاي وين؟ في المضخة اللي هي شنو؟ بوم. نجي
ترانسبورتر اللي هي النواقل. في النواقل الأيونات تستخدم أكثر من تدرج واحد. لو تتذكرون هنا في القنوات راح تستخدم شنو هناك فوق، تستخدم تدرج من منخفض إلى من مرتفع إلى منخفض. هنا راح تستخدم أكثر من تدرج. شنو الفائدة من عندها؟ شنو الغرض من استخدام أكثر من تدرج؟ أول لإنتاج إشارة كهربائية. إشارة كهربائية. أعزائي الطلبة، هذه هي محاضرة فيسولوجية الخلية، وأخذنا أهم ما يحصل في الخلية وأخذنا أنواع الخلية. طبعا أتمنى أن تكون وصلت لكم الفكرة، وأي شخص عنده سؤال أو استفسار أو مناقشة أو وجهة نظر بخصوص هذه المحاضرة فليترك تعليقه في التعليقات، وأنا إن شاء الله راح أجاوبه أعزائي الطلبة. في أمان الله.